وتعزيزا لسبل الاتصال والتواصل الاجتماعي وتكريسا لمساعي المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الشرطة الجوارية، نظمت مصالحها من ولاية البويرة حفلا تكريميا على شرف الرياضيين التابعين لأمن الولاية المتألقين خلال البطولة العالمية لرياضة اليوسي كامبيدو بفرنسا. نتابع في ميكروفون مراسلنا من البويرة عبد الحميد دواتش. نشكر المدربين تاعي دكتور جمال دحماني والبطل الإفريقي غربي حميد، نشكر أيضا على هذا التكريم رئيس أمن ولائي لولاية بويرة. يعني التكريم هذا يعني والله يعني يزيدنا عزيمة، كان أول تكريم أمن ولاية البويرة، يعني خصت التكريم الأول تابع لأمن ولاية البويرة. نشكر المديرية العامة للأمن الوطني يوفرتنا باش نطوروا في هذه الرياضة على مستوى الوطني وعلى المستوى الإفريقي. حفل تكريمي تحت شرف رئيس أمن الولاية عميد أول للشرطة، وهذا لفائدة الرياضيين التابعين لأمن الولاية المتألقين خلال الموسم الرياضي الماضي 2019، وكذا رياضيي ولاية البويرة المتواجدين على الصعيد الدولي. المبادرة تندرج في إطار الدعم والتشجيع الذي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للرياضة والرياضيين بصفة